السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن التكاثر بالإنسان والنبات، وطبعا هيكون في عدة فيديوهات لأن الدرس طويل، فأرجو أن تتابعونا في تشوفوا كل الفيديوهات إن شاء الله عشان تستفيدوا من المراجعة دي، وعبارة عن أسئلة وأجوبة. وهنبدأ طبعا في الأول بإرسم، في حاجات لازم نرسمها، فإرسم بنفسك، يعني لازم إيه ترسم بنفسك وزي كده. يعني يجيب لك تعريف ويقول لك اكتب المصطلح العلمي، ممكن يجيب لك المصطلح العلمي ويقول لك عرف. فأول حاجة ممكن يجي أول سؤال يجي ويقول لك عرف التكاثر، هتقول إيه؟ عملية حيوية يقوم بها الكائن الحي بعد أن يصل إلى حد معين من النمو بغرض الحفاظ على نوعه وحمايته من الانقراض وزيادة أعداده. طيب يجي يقول لك الانشطار الثنائي، إحدى طرق التكاثر اللاجنسي، تنقسم فيها النواة ميتوزي. قلنا الميتوزي بالت يعني النون بتبقى نون والاتنين نون اتنين نون، أما الميوزي بتبقى النون اتنين نون بتبقى نون، فانقسام ميتوزي. ثم تنشطر الخلية التي تمثل جسم الكائن الحي إلى خليتين، يصبح كل منهما فردا جديدا وتتكاثر بهذه الطريقة كثير من الكائنات الأولية زي الطحالب البسيطة والبكتيريا وكثير من الحيوانات الأولية كالبراميسيوم والأميبا. طيب الجراثيم، التجراثيم خلايا وحيدة متحورة للنمو مباشرة إلى أفراد كاملة عندما توجد في وسط ملائم للنمو، وتتركب من سيتوبلازم بكمية ضئيلة من الماء ونواة، وتحاط بجدار سميك، وتتكاثر بواسطة بعض النباتات البدائية وكثير من الفطريات. وأهم حاجة عندنا فطرة عفن الخبز، وعملنا الرسمة بتاعته، وفطرة عيش الغراب، وبعض الطحالب والسراخس. بعد كده عندنا التوالد البكري. التوالد البكري قدرة البويضة على النمو لتكوين فرد جديد بدون إخصاب من المشيج الذكري، وبعد ويعد ذلك نوعا خاص من التكاثر اللاجنسي، حيث يتم إنتاج الأبناء من فرد أبوي واحد، يعني من الأم أو من الأب فقط من خلال المشيج المؤنث. هنا قال لك من فرد أبوي واحد فقط من خلال المشيج المؤنث، يبقى مش متذكر. كما في عدد من الديدان والقشريات والحشرات. زراعة الأنسجة، طريقة التكاثر والرناكو بتاعت الجزر، طريقة التكاثر اللاجنسي يتم فيها إنماء أنسجة نباتية أو حيوانية تحتوي خلاياها على المعلومات الوراثية الكاملة في وسط غذائي شبه طبيعي، ثم متابعة تميز هذه الأنسجة وتقدمها نحو إنتاج أفراد كاملة، وتستغل هذه الطريقة في إكسار نباتات نادرة أو ذات سلالات ممتازة أو تكون أكثر مقاومة للأمراض. بعد كده عندنا الاقتران، هي طريقة للتكاثر الجنسي في الكائنات البدائية كبعض الأوليات والطحالب والفطريات، حيث تندمج فيها محتويات الخلية مع محتويات خلية أخرى. طبعا عملنا بالرسم لسبيروجيرا. بعد كده عندنا الزيجوسبور. الزيجوسبور اللي هو اللاقحة الجرثومية، لاقحة محاطة بجدار سميك لحمايتها من الظروف غير الملائمة مثل لقاحة طحلب السبايروجيرا. بعد كده عندنا ايه في الايه خدناها في البلازموديوم في الملاريا، ظاهرة عقب الأديال الأجيال هي تبادل جيلين أو أكثر في دورة حياة الكائن الحي، جيل يتكاثر جنسيا مع جيل أو أكثر يتكاثر لا جنسي، كما في سرخس الفوجير وبلازموديوم الملاريا. يبقى في مثالين عندنا، الفوجير والبلازموديوم الملاريا. طيب التكاثر بالجراثيم في بلازموديوم الملاريا هو عبارة عن صورة من صور التكاثر اللاجنسي، يتم فيها انقسام نواة كيس البيض ميتوزي داخل جسم أنثى بعوضة الأنوفيلس لإنتاج العديد من السبايروزيتات، وهي طور المعدي للإنسان في دورة حياة بلازموديوم الملاريا. تكاثر بالتقطع ده في بلازموديوم الملاريا، طبعا في تكاثر بالتقطع في بلازموديوم الملاريا، قلنا صورة من صور التكاثر اللاجنسي يتم فيها انقسام نواة السبوروزايت في خلايا الكبد المصاب للإنسان لتنتج الميريوزيتات التي تنتقل بعد ذلك لإصابة كرات الدم الحمراء. السابحات المهدبة
دي أمشاج ذكرية في سلخس الفجير تتحرر بعد نضج الأنثريديا لتسبح فوق مياه التربة حتى تصل إلى الأرشيجونيا الناضجة، وذلك الأخصاب البويضة بداخلها مكونة لائحة نين نون التي تنقسم وتتميز وإلى نبات جرثومي. الزهرة عضو التكاثر في النباتات الزهرية، وهي ساق قصيرة تحورت أوراقها لتكون الأجزاء الزهرية المختلفة. القنابة ورقة خضراء أو حرشفية تخرج من أباطها الزهرة، وهذه الورقة تختلف في الشكل واللون من نبات لآخر. النورة تجمع الأزهار على المحور الزهري في تنظيمات متنوعة كما في الفول. التلقيح انتقال المشيج الذكري إلى مكان المشيج الأنثوي. البويضة في النبات انتفاخ بسيط على الجدار الداخلي للمبيض، يتكون لها عنق أو حبل سري يصل بجدار المبيض، ويتكون حولها غلافان محيطان بها تماما فيما عدا ثقب صغير يسمى النقير. خلية البيضة إحدى الخلايا داخل الكيس الجنيني للبويضة، تقع أمام النقير بين خليتين مساعدتين، تندمج نواتها مع إحدى النواتين الذكريتين لحبة اللقاح لتكوين الزيجوت الذي ينقسم مكونا الجنين. التلقيح في النباتات الزهرية هو انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى ميسم الزهرة. بعد كده عندنا الإخصاب. الإخصاب هو اندماج نواة المشيج الذكري نون بنواة المشيج الأنثوي نون لتكوين لائحة نين نون التي تنقسم ميتوزيا لتكوين الجنين. الاندماج الثلاثي هي عملية اندماج إحدى النواتين الذكريتين نون لحبة اللقاح مع النواة الناتجة من اندماج نواة الكيس الجنيني، أو هما اتنين كيس جنيني نواتين كل منهما نون، لتكوين نواة الاندوسبيرم 3 نون. كل ده اللي بنتكلمه كله في النبات. بعد كده عندنا الإخصاب المزدوج. قلنا اندماج إحدى النواتين الذكريتين نون من حبة اللقاح مع نواة خلية البيضة نون لتكوين الزيجوت 2 نون الذي ينقسم ميتوزي مكون الجنين 2 نوني، واندماج النواة الذكرية الأخرى نون مع النواة الناتجة من اندماج نواة الكيس الجنيني النواتين القطبيتين كل منهما 2 نون لتكوين نواة الاندوسبيرم 3 نون التي تنقسم لتعطي نسيج الاندوسبيرم. الثمرة الكاذبة هي الثمرة التي يتشحم فيها أي جزء غير مبيضها بالغذاء، مثل ثمرة التفاح التي يتشحم فيها التخت وهو الذي يؤكل. الإثمار العذري تكوين ثمار بدون بذور لأنها تتكون بدون عملية الإخصاب وهو لا يعتبر تكاثر، يعني حصل التلقيح لكن ما حصلش الإخصاب. البربخ قناة تلتف حول نفسها تخرج من الخصية وتصب في قناة تسمى الوعاء الناقل حيث يتم فيه تخزين الحيوانات المنوية. القضيب هو عضو في الجهاز التناسلي الذكري، يتكون من نسيج سفنجي تمر في قناة مجرى البول حيث ينتقل من خلالها البول والحيوانات المنوية كل على حدة. الضلائع المنوية خلايا أحادية المجموعة الصبغية نون، تتكون من انقسام ميوزي ثاني للخلايا المنوية الثانوية نون في مرحلة النضج، وتتحول مباشرة إلى حيوانات منوية بدون انقسام في مرحلة التشكيل النهائي. الرحم في أنثى الإنسان كيس عضلي مرن يوجد بين عظام الحوض عند الأنثى، مزود بجدار عضلي سميك قوي يبطن بغشاء غدي ينتهي بعنق يفتح في المهبل، ويتم بداخله تكوين الجنين لمدة 9 أشهر. المهبل قناة عضلية في الجهاز التناسلي الأنثوي طولها حوالي 7 سنتي، تبدأ من عنق الرحم تنتهي بالفتحة التناسلية وتبطن بغشاء يفرز سائل مخاطي يعمل على ترطيب المهبل، كما أنها تحتوي على ثنيات تسمح بتمددها خاصة أثناء خروج الجنين يعني عند الولادة. الهيالورونيك حامض يعمل على تماسك غلاف البويضة في أنثى الإنسان. عملية التبويض تحرر البويضة من حويصلة الجراف في اليوم 14 من بدء الطمس وتكوين الجسم الأصفر من بقايا حويصلة جراف، وذلك بتأثير هرمون ال LH هرمون. وبعد كده برضو عندنا التوتية، هي كتلة من الخلايا الصغيرة تتكون من انقسام الميتوزي المتكرر للزيجوت، وهي تهبط
بواسطة دفع آداب قناة فالوب لها حتى تصل إلى الرحم وتنغمس بين ثنايا بطنة الرحم السميكة في نهاية الأسبوع الأول من الإخصاب. المشيمة بروزات أو خملات أصبعية الشكل تخرج من غشاء السلي، تنغمس داخل بطانة الرحم وتتلامس فيها الشعيرات الدموية لكل من الجنين والأم. التوأم السيامي توأم متماثل يولد ملتصق في مكان ما بالجسم ويمكن الفصل بينهما جراحيا في بعض الحالات. زراعة الأنوية إحلال نواة خلية جنينية لكائن حي محل نواة بويضة غير مخصبة لنفس النوع للحصول على أفراد ينتمون في صفاتهم للأنوية المزروعة، وده بنسميه زراعة الأنوية وليس زراعة الأنسجة. زراعة الأنسجة غير الأنوية. أين يوجد؟ ويتكلم على الوظيفة. فلو قلنا الإنسريديا أو الإرشيجونيا، طبعا الاثنين مع بعض الإنسريديا والإرشيجونيا هي مقدمة موجودين في مقدمة السطح السفلي للطور المشيجي في السراخس اللي هي الفوجير. الوظيفة مناس المذكرة تنتج الأمشاج الذكرية هي السابحات المهدبة، ومناس المؤنثة اللي هي الأرشيجونة مناس المؤنثة، والأنسريديا مناس المذكرة. فالأرشيجونة مناس الأرشيجونيا مناس المؤنثة تنتج الأمشاج المؤنثة البويضات. طيب جراثيم الفوجير هي حوافظ جرس موجودة في حوافظ جرثومية داخل البثرات توجد على السطح السفلي لأوراق الطور الجرثومي للفوجير. عندما تسقط على تربة رطبة تنبت مكونة عدة خلايا لا تلبث أن تتكتل وتتميز إلى جسم مفلطح ينمو على شكل قلبي شكل القلب يسمى الطور المشيجي للفوجير. احنا رسمناه ودي مطلوب ترسمها بقى. طبعا المتك يحمله خيط السدادة في الزهرة وهو إنتاج حبوب اللقاح أو الأمشاج المذكرة. النواة الأنبوبية هي حبة اللقاح، هي موجودة في حبة اللقاح، تكوين أنبوبة لقاح تخترق الميسم والقلم حتى تصل إلى موقع النقير في مبيض الزهرة لإتمام عملية الإخصاب المزدوج. طب النواة المولدة هي برضو موجودة في حبة اللقاح، تنقسم ميتوزي لتكوين نواتين ذكريتين لإتمام عملية الإخصاب المزدوج في النبات. اللي هي احنا قلنا نواتين ذكريتين موجودين طبعا في النبات. الحبل السري في النبات هو عنق البويضة أو عنق البويضة، هو يصل البويضة بجدار المبيض تصل من خلاله المواد الغذائية إلى البويضة. النقير ده موجود في البويضة وفي البذرة يتم من خلاله إخصاب البويضة أو يدخل منه الماء إلى البذرة عند الإنبات. طب نسيج النيوسيلا يحيط بالكيس الجنيني داخل مبيض الزهرة وهو نسيج غذائي يمد البويضة بالأكل بالغذاء. نسيج الإندوسبيرم يحيط بالجنين داخل البذرة ده مكانه، لكنه هو نسيج غذائي يغذي الجنين في مراحل النمو الأولى. المح يخزن في البويضات في الحيوان، نسيج غذائي يعتمد عليه الجنين عند التكوين فيما عدا الثدييات تكون بويضاتها شحيحة المح. الخصية تتدلى خارج تجويف البطن داخل كيس الصفن للذكر، تنتج الحيوانات المنوية وتفرز هرمون التستوستيرون والهرمون الاندروستيرون وهما مسؤولان عن نمو غدة البروستاتا والحويصلتين المنويتين وظهور الصفات الجنسية الثانوية الذكرية عند البلوغ. ده المكان والوظيفة لسه ما خلصناهمش. في عندنا برضه في المكان والوظيفة يجي يقول لك ايه الحويصلتان المنويتان، هنقول تفتحان في الوعاء الناقل لجهاز التناسل الذكري ده مكانهم، وإفراز سائل قلوي بيدتهم إفراز سائل قلوي يحتوي على سكر فريكتوز لتغذية الحيوانات المنوية. خلايا سورتولي داخل الأنيبيات المنوية في الخصية، تفرز سائل يعمل على تغذية الحيوانات المنوية داخل الخصية كما يعتقد لها أن لها وظيفة مناعية أيضا. الجسم القمي
اللي هو في الرأس الحيوان المنوي. يوجد في مقدمة رأس الحيوان المنوي يفرز يورينيز الذي يعمل على إذابة جزء من غلاف البويضة، مما يسهل عملية اختراق الحيوان المنوي للبويضة. المبيضين في أنثى الإنسان على جانبي تجويف الحوض، فائدتهم إنتاج البويضات، إفراز هرمونات البلوغ وهرمونات تنظيم دورة الطمس وتكوين الجنين. هويصلة جراف دي موجودة في المبيض، تحمل بداخلها البويضة حتى يتم نضجها، ثم تتحرر بعد انفجار الحويصلة بفعل الهرمون المصفر أو الهرمون الأصفر اللي هو LH. تفرز برضو الحويصلة جراف هرمون الاستروجين الذي يعمل على إنماء بطانة الرحم. بعده برضو حويصلة جراف يتكون من بقايا بعد تحرر بويضة الجسم الأصفر الذي يفرز هرمون البروجستيرون. طيب الجسم الأصفر المبيض ده موجود في المبيض، يفرز هرمون البروجستيرون الذي يعمل على زيادة سمك بطانة الرحم وزيادة الإمداد الدموي به لإعداد الرحم لاستقبال الجنين، تنظيم التغيرات التي تحدث في الغدد الثديية أثناء الحمل، حيث ينبه الغدد اللبنية على النمو التدريجي. ثالث حاجة يمنع التبويض فتتوقف الدورة الشهرية لما بعد الولادة. غشاء الرحل أو الأمينيوم، أمينيوم اللي هو الغشاء، أمينيوم الغشاء الأمينيوم يحيط بالجنين في الرحم ويحتوي على سائل يحمي الجنين من الجفاف ويساعده على تحمل الصدمات. غشاء السولي الكوريون يحيط بغشاء الرحل في الرحم، يحمي الجنين، تخرج منه بروزات أو خملات أصبعية الشكل تنغمس في بطانة الرحم وتتلامس فيها الشعيرات الدموية لكل من الجنين والأم وتسمى المشيمة. طب الحبل السري في الإنسان هو موجود بين الجنين والمشيمة في الرحم، ينقل المواد الغذائية المهضومة والماء والأكسجين والفيتامينات والأملاح من المشيمة إلى الدورة الدموية للجنين، وينقل المواد الإخراجية زي ثاني أكسيد الكربون من الدورة الدموية للجنين إلى المشيمة. طيب هيجي يقول لك إيه مثلا، ما هي الأهمية البيولوجية للآتي؟ أول حاجة عملية التكاثر، هنقول تؤمن استمرار الأنواع على الأرض بعد فناء الأفراد. طيب الخلايا البينية في الهيدرا، الخلايا البينية في الهيدرا تنقسم لتتمايز إلى برعم ينمو تدريجيا ليشبه الأم تماما، يعني تكوين فرد جديد. التكاثر بالجراثيم وسيلة للتقليد، التكاثر بالجراثيم وسيلة للتكاثر اللاجنسي، تنمو بسرعة الإنتاج وتحمل الظروف القاسية والانتشار لمسافات بعيدة. لبن جوز الهند هو وسط غذائي مناسب يحتوي على جميع الهرمونات النباتية والعناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات، ويستخدم في تجارب زراعة الأنسجة في النبات. إلى هنا وأكتفي بهذا القدر، وأرجو أن تتابعوني في الفيديو القادم، وما زلنا في موضوع التكاثر في الإنسان والنبات. وشكرا لكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير، وشكرا.